أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم. تواصل روسيا تغلغلها في سوريا ليس من خلال الوجود العسكري فحسب، بل بعشرات الاتفاقات السرية منها والمعلنة، والتي مكنت لموسكو من السيطرة على المفاصل الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية في سوريا، وآخرها عقد موقع بين شركة كابيتال الروسية وحكومة النظام للتنقيب عن النفط في حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك اتفاق من عشرات الاتفاقات التي تخفي الكثير من التفاصيل وتثير العديد من شارات الاستفهام. فما الذي تنطوي عليه تلك الإجراءات الروسية، وإلى أي مدى ستؤثر على مستقبل سوريا؟ في محورنا الثاني لهذه الليلة نطل مرة أخرى على دولة الطوابير، وتلك دولة تمتد على مساحات واسعة من سوريا، ويحكمها نظام القتل الأسدي الذي وضع سوريا أمام خياري الدمار والقتل قصفا أو الموت جوعا. ومن يبحث عن حلول في مناطق النظام يجد مبادرة أسبوع بلا سكر وأسبوع بلا غاز وأسبوع بلا لحم وغيرها من الأسابيع التي تظهر الفقر والجوع والحرمان، ثم يضيف إلى بشار الأسد شيئا من الهزل والسخرية معلنا توقف برامج الطبخ عبر قنواته الرسمية. إلا أن الطوابير ما زالت تطول وتتسع متجاوزة محطات الوقود والأفران ومحال بيع المواد الغذائية وصولا إلى وسائل المواصلات، مع إرهاصات جديدة ربما تطالعنا بطوابير جديدة لا تخطر على بال. فإلى أين ستصل وسيصل المشهد في مناطق النظام؟ قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن وزارة النفط والثروة المعدنية وقعت عقدا مع شركة كابيتال الروسية للتنقيب على النفط في المياه الإقليمية السورية على سواحل البحر الأبيض المتوسط ضمن البلوك البحري رقم 1. أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى وجود خرق ضمن الاتفاقية الأخيرة للحدود البحرية اللبنانية لأكثر من 1000 كيلومتر مربع، منها 750 كيلومترا مربعا فقط في البلوك رقم 1. ليست المرة الأولى التي يبيع فيها نظام الأسد ثروات السوريين لروسيا. تحاول موسكو الاستثمار في الأراضي السورية المستباحة منذ دخولها العسكري عام 2015. توقع شركة روسية مع حكومة النظام اتفاقية جديدة للتنقيب على النفط في المياه الإقليمية لسوريا على سواحل البحر المتوسط. صحيفة الثورة التابعة للنظام تقول إن طرفي الاتفاقية، وزارة النفط والثروة المعدنية من جانب النظام وشركة كابيتال من الجانب الروسي، على أن يكون لها الحق الحصري أي للشركة التنقيب عن النفط وتنميته في المنطقة. وتضيف الصحيفة أن مدة العقد ستكون على فترتين، الأولى للبحث والاستكشاف خلال مدة زمنية تقدر بنحو 50 شهرا، مع إمكانية التمديد في حال اقتضت الضرورة، فيما تمتد الفترة الثانية إلى نحو ربع قرن من الزمن، وهي قابلة للتمديد أيضا بنحو 5 أعوام إضافية ضمن البلوك البحري رقم 1 قبالة سواحل طرطوس حتى الحدود السورية اللبنانية بمساحة تقدر بنحو 2250 كيلومترا مربعا. الاتفاقية بين الروس والنظام أثارت حفيظة اللبنانيين لخرقها الحدود البحرية على مسافة تزيد على 1000 كيلومتر، وهو ما دفع مسؤولين في بيروت لتقديم طلب بطرح إطلاق مفاوضات مع نظام الأسد حول الحدود ضمن ركيزة أساسية بمنع الشركة الروسية من أي أعمال استكشافية في حال استمرت المفاوضات بين لبنان وسوريا لفترة زمنية طويلة. الاتفاقية الأخيرة تأتي ضمن عشرات الاتفاقيات والتنازلات التي أبرمها الأسد مع حلفائه من الروس والإيرانيين لبيع الثروات وبسط سيطرتهم أكثر على كامل الأراضي السورية. ولفتح النقاش في محور حلقتنا الأول يسعدنا أن يكون معنا كرم شاعر، باحث اقتصادي في معهد الشرق الأوسط من نيوزيلندا، وينضم إلينا أيضا مهند الحاج علي، باحث في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط من بيروت. أرحب بكما، وأبدأ معك سيد مهند. عشرات العقود الاستثمارية الموقعة بين نظام الأسد وروسيا بالعلن بالخفاء، منها اتفاقيات كانت سنة 2012 عن موضوع ميناء طرطوس، اتفاقيات أخرى كانت عن النفط والغاز منذ 2014،
لكن بعد التدخل المباشر كان هناك أيضا مجموعة من الاتفاقيات، عشرات الاتفاقيات ليست معلنة بشكل كامل وإنما فقط عناوين، تفاصيل غير معلنة تعلن تباعا. اليوم إلى ماذا تسعى روسيا من هذه الاتفاقيات في سوريا برأيك؟ مرحبا بك والمشاهدين. طبعا الأساسي هنا هو أن هناك خلل في إقامة هذه الاتفاقات. يعني أولا هناك قاعدة روسية كبرى، وطبعا وجود عسكري غالب ونفوذ في الداخل السوري، يعني أن هناك نوعا من التأثير القوي والخفي في هذه العقود، وهي عقود غير متكافئة وغير عادلة. تسعى روسيا إلى تعويض مشاركتها في هذا الحرب ومحاولة الاستفادة منها، وأيضا محاولة تعويض ما يحصل مع روسيا على المستوى الاقتصادي، نظرا لأنها في حصار كبير، وهذا التغول بما يتعلق بالموارد المحلية السورية في وقت تعيش فيه سوريا في وضع اقتصادي صعب جدا، يعني أن لا حدود، أنا أعتقد، لهذه المقاربة ولهذا التغول في الاستحواذ على الموارد السورية. رأينا اتفاقات رهيبة سابقا، مثلا في موضوع الفوسفات، وأيضا اليوم في موضوع الغاز، وكنا نسمع خلال الفترات الماضية أن هناك اهتماما روسيا في موضوع الغاز، هناك اهتمام روسي طبعا في موضوع الغاز في لبنان، وجرى البحث في هذا الموضوع على أكثر من مستوى، وانتهى المطاف بأن شركة روسية كانت من بين ثلاث شركات كانوا يمثلون الكونسورتيوم الذي حصل على بلوك 4 وبلوك 9، وبلوك 9 هو طبعا الأثرى في بموضوع الغاز، وهو محاذي للجانب السوري، للجانب الإسرائيلي. وطبعا اليوم لدينا بلوك الأول في الجانب السوري، وهو أكثر من 2000 كيلومتر، بينها طبعا ثلث موجود على الجانب اللبناني. لهذا كما كان يقال سابقا بأن الجانب الروسي سيلعب دورا في التوسط ما بين لبنان وإسرائيل، نظرا لوجود شركة روسية تستثمر في هذا المجال، الآن يقال الكلام نفسه بما يتعلق بجانب السوري. منطقة حدودية شائكة، لن يجدوا غير روسيا تحل هذه المسألة، ولكن طبعا مقابل حصة كبيرة من أرباح هذا القطاع. طيب، أنتقل إلى السيد كرم شعار من نيوزيلندا. سيد كرم، أنت نشرت بعض المعلومات عن الاتفاقية التي سوف تقوم، أو الاتفاقية التي أعلن عنها في الشهر الماضي، والتي سوف تقوم من خلالها شركة كابيتال الروسية بالتنقيب في حوض المتوسط بالجانب السوري. اليوم لو نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، يعني برأيي نحن إلى الآن لا نعلم ما هي الشركة المستثمرة. إذا ما ذهبنا إلى يعني قاعدة البيانات الروسية والتي فيها يعني الشركات المسجلة، نجد أن الشركة مسجلة باسم شخص اسمه إيغور خوديريف. يعني إذا ما نظرنا إلى الشركات التي يمتلكها هذا الشخص لا نجد أي شركة، فهي يعني بما لا يدع مجال للشك هي شركة وهمية. من هم المالكين الحقيقيين؟ برأيي هذا الموضوع يعني مفتوح إلى يعني التخمين. بتقديري المالك هو نفس مالك شركة سيوز نفط غاز، وهي الشركة التي حصلت على العقد في البلوك المجاور يعني في عام 2013. المالك الحقيقي لتلك الشركة هو يوري شافرانيك. يعني هذه الشركة هي مملوكة من أحد الأوليغارشيين، هو يوري يعني أحد الأوليغارشيين، هو عمليا كان وزيرا للنفط في الاتحاد السوفيتي في العام 1993، وبعدها تحول في العام 2000 إلى بناء شركته الخاصة سيوز نفط غاز. إذا ما نظرنا إلى هذه الشركة يعني لها تاريخ حقا يعني غريب، وخصوصا في سوريا. هذه الشركة لها تاريخ مستمر في الحصول على عقود ومن ثم بيعها إلى شركات أخرى. هنا سأذكر لك يعني البعض منها.
في عام 2004 عفوا، يعني قبل بدء الثورة السورية، فازت هذه الشركة في يعني بعقد في البلوك رقم 14، ولكن في العام 2008 قررت يعني بيعه إلى شركة كندية اسمها جراوند ستار. لم تعمل به، هي حصلت على العقد ومن ثم أعطته إلى شركة جراوند ستار. في البلوك رقم 12 حصلت على عقد في العام 2004 كذلك في نفس العام، ولكن قررت أن تغادر في العام 2015. وهذا البلوك حاليا تعمل فيه إيران، يعني هذا العقد هو هذا البلوك هو البلوك الذي حصلت عليه إيران منذ عام. في العام 2005 فازت بعقد في البلوك 26، وهو أحدى يعني إحدى أغنى البلوكات في سوريا، عقد استكشافي، وكذلك أيضا باعت حق الاستكشاف إلى شركة إميرالد في بريطانيا. وأخيرا والأهم، في العام 2013 حصلت على عقد يعني تحت اسم شركة عمريت إيست ميد، وهي يعني بكل تأكيد يعني شركة تابعة لسويوز نفط غاز. في 2013 لم يعني تتخذ أي إجراء في هذا البلوك. واضح تماما برأيي العقلية التي تعمل بها هذه الشركة هي عقلية يعني ابتزاز سياسي، يحصلون بها على العقود ومن ثم يقررون ماذا يفعلون بها يعني عندما تهدأ الأوضاع، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولكن لا أتوقع أن يؤتوا بأي يعني خطوة حقيقية استثمارية حقيقية في هذا البلوك رقم واحد، تماما كما فعلوا في البلوك رقم اثنين، وهذا في حال يعني كنت أنا محق بأن الشركة الحقيقية والمالكة لها هي سيوز نفط غاز. نعم، أعود إليك سيد مهند. في البند تحديدا الذي يتكلم عن الخلاف مع الجانب اللبناني، لو نتكلم أكثر عن هذا الموضوع والمعلومات حوله، كيف يمكن أن يحل هذا الإشكال، خصوصا أن هناك حديث أن هناك يعني 1000 كيلومتر مكعب تقريبا؟ طبعا يعني هذه المواضيع تستغرق كثير من الوقت ولها علاقة بالتركيبة السياسية اللبنانية. في لبنان يعني الاهتمام المحلي اللبناني هو أكثر بتحصيل حصص في السلطة اللبنانية خلال الفترة المقبلة. على سبيل المثال، الطرف اليوم القوي في النظام اللبناني وهو حليف حزب الله جبران باسيل، هو جبران باسيل يطمح إلى دور رئاسي تلعب فيه روسيا دور الداعم لهذه الرئاسة. لذلك أنا أعتقد بأن هناك أيضا خللا على الجانب اللبناني، مثلما هناك خلل في هذه العقود وكيفية الحصول عليها على حساب السوريين وعلى حساب مصلحة الشعب السوري، هناك أيضا مخاوف في أن أي مفاوضات اليوم يستلمها الجانب الروسي ستكون المستفيد فيه هو روسيا وليس أي من الأطراف، يعني على المستوى الأرباح وأيضا على مستوى كيفية توزيع هذه الحدود. وأيضا إضافة لذلك، أنا أعتقد بأن روسيا ستحجز لنفسها مكانا على الجانب اللبناني من الحدود البحرية من أجل الحصول على أو الحصول على أرباح أكبر بكثير يعني مما لديها الآن. وبالتأكيد هناك أنا أعتقد جوانب مواتية لها في هذا المجال على الجانب اللبناني في السياسة اللبنانية، بما أن روسيا اليوم تلعب دورا ولو محدودا في خلال الفترة الماضية، ولكن متناميا بالتأكيد على الساحة اللبنانية بصفتها اليوم تحتل الوضع السوري برمته وتلعب الدور السياسي الكبير فيه، وهي بعد قليل ستصبح الشقيق أو الشقيقة الكبرى التي فقدها لبنان خلال السنوات العشر الماضية في السياسة، وستلعب هذا الدور، وهذا يخولها بالتأكيد الحصول على امتيازات في الداخل اللبناني خلال السنوات المقبلة. سيد كرم، هل المرافق التي تدخل إليها روسيا من خلال الاتفاقيات تدار منها بشكل مباشر بحسب المعلومات لدي؟ يعني هناك عقليتين للاستثمار في سوريا، عقلية يوري شافرانيك وعقلية جنادي تيمتشينكو. عقلية جنادي يعني وهو صاحب شركة ستروي ترانسغاز،
عقلية مختلفة تماما، هو يؤمن بالعمل الحقيقي. يعني هذه الشركة تملكت حقول الفوسفات في يعني البادية السورية ومعمل البتروكيماويات في حمص وكذلك ميناء طرطوس، كلها مملوكة من يعني نفس الشركة ستروي ترانس غاز. غنادي تيمتشينكو هو من أحد أثرياء العالم، يعني هو من أثرى 100 شخص في العالم، وهو أيضا أحد الأوليغارشيين، أحد الأشخاص الذين يعني صعد نجمهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وعملية الخصخصة التي حدثت للقطاع العام الذي كان يعني مهولا في الحجم. إذا ما عدت إلى سؤالك، هذا يعتمد على يعني الشركة. بتقديري هناك بعض الشركات تقوم باستثمار حقيقي في سوريا، والبعض الآخر كما هو الحال في سيوز نفط غاز يعني عقلية مختلفة تماما، وضع يد على يعني الأصول على أمل بيعها لاحقا والاستفادة منها. ولكن هنا يعني علينا أن نذكر بشيء، علينا أن لا نبالغ يعني المنفعة الاقتصادية لروسيا من هذه الاستثمارات. إذا ما سألتني، أنا على قناعة بأن ما تنفقه روسيا إلى الآن في حربها العسكرية في سوريا يفوق ما تحصل عليه من استثمارات، خصوصا وأن يعني معظم الشركات التي وضعت يدها عليها، معظم هذه المرافق التي وضعت يدها عليها هي ليست مرافق منتجة بشكل كبير. يعني صادرات الفوسفات على سبيل المثال في العام 2018، لا يوجد لدينا بيانات بعد ذلك، هي 27 مليون دولار فقط. يعني وذلك بسبب يعني وذلك فقط لكون البلد في حالة حرب. ولكن ما تفعله روسيا الآن، وهنا علينا أيضا أن نميز بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما يفعله الأوليغارشيين الروس هو وضع اليد على جميع مكامن القوة في سوريا، والتي سوف تمكنهم من السيطرة على المرافق العامة في حال توقفت الحرب، في حال تم التوصل إلى حل سياسي. وهنا ما قصدته بالفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، القطاع العام الروسي هو من يدفع التكلفة، وزارة الدفاع هي من تدفع التكلفة، وهذه التكلفة تأتي من دافعي الضرائب المدنيين الروس. المستفيدين في روسيا هم المليارديريين من أمثال يعني يوري شافرانيك وغنادي تيمتشينكو، وهم أصلا يتهربون من دفع حتى الضرائب. يعني إذا ما نظرت إلى العقد في البلوك البحري رقم واحد، إذا ما نظرت إلى التكاليف، هي تكاليف مضحكة. يعني المبالغ الحقيقية التي يجب أن يتم إنفاقها في حال كانوا بالفعل سيقومون بالاستثمار في ذلك الحقل، يجب أن تكون عشرات أضعاف يقوموا بالتصريح به، ولكن هي أيضا أداة للتهرب من دفع الضريبة حتى للحكومة الروسية. طيب سيد مهند، اليوم هناك بعض المسؤولين اللبنانيين طالبوا بإعادة ترسيم الحدود مع سوريا، اليوم هذه المطالبة هل يمكن أن تحل جزءا من المشكلة بخصوص هذا الموضوع؟ يعني تجعل روسيا غير قادرة على الاستثمار بمناطق النظام حاليا يسطو عليها؟ يعني أنا لا أرى تحركا سريعا على المستوى اللبناني. المسؤولون اللبنانيون يعني عليهم أن يشكلوا حكومة بالأول، يعني قبل الدخول في مفاوضات لترسيم الحدود. وبالنسبة للجانب الروسي، نحن رأينا في السابق دعوة روسية لإقفال الملاحة الجوية في لبنان وحصلت، لأن كانت هناك مناورة عسكرية روسية، وبالتالي فرضت على السلطات اللبنانية الاستجابة وإقفال الملاحة الجوية، وكان لذلك أثر كبير على البلاد وعلى الاقتصاد وإلى آخره. هذا كان طبعا قبل الأزمة الكبرى التي حصلت هنا. وأنا أرى أن هذا يعني أن لروسيا اليد الطولة اليوم في فرض أولا أي سياق لهذه المفاوضات، وثانيا هناك موضوع له علاقة بالتطبيع مع النظام السوري. هناك مشكلة اليوم في لبنان، وهي أن هناك جدلا كبيرا حول دخول الجانب اللبناني في أي محادثات مع الجانب السوري، لو كانت اقتصادية أو تجارية أو غير ذلك. نرى فقط مبادرات فردية، نرى فقط مسؤولين محسوبين على طرف سياسي موالي للنظام السوري يذهب لمقابلة هؤلاء المسؤولين، ولكن هذا محصور في هذا السياق، محصور في نطاق فردي. لذلك أي محادثات هي ستكون نتيجة قرار سياسي، وهذا لم يحصل إلى الآن، ويستغرق وقتا طويلا في بلد مثل لبنان. نعم سيد كرم، اليوم ذكرت نقطة
بأن هذا الموضوع الذي يعني روسيا تضع يدها على مجموعة من المرافق، لكن ما أنفقته روسيا في سوريا هو أكثر من الذي يمكن أن تحصل عليه. إذن هل بعد هذا الاتفاق يمكن أن يكون سياسيا أكثر مما هو اقتصاديا، من أجل قطع الطريق على دول معينة بمشروع إعادة إعمار سوريا وما إلى هنالك من الأشياء؟ يعني برأيي سبب حصولهم على هذه الشروط الجيدة لهذا العقد هي أسباب يعني سياسية. لو لم يكن لديهم يعني هذه الرافعة مقابل بشار الأسد، هذه المقدرة على الضغط عليه، لما استطاعوا الحصول على عقد بهذه الشروط الممتازة. ولكن في لب العقد هو عقد اقتصادي، يعني هو يسعى بالنهاية في نهاية المطاف إلى الاستفادة من ذلك يعني البلوك، سواء كان بشكل مباشر أو من خلال تأجيره إلى يعني أو بقى يعني هنا يعني عندما أقول كلمة تأجير وليس تأجير مباشر بالمناسبة، هو عبارة يعني عن عمليات تتم تحت الطاولة، عبارة عن سل عن استلام وتسليم. ولكن في لب الموضوع بتقديري هو موضوع اقتصادي بالنسبة لأشخاص مثل يعني هؤلاء الأوليغارشيين، يوري شافرانيك أو جنادي تيمتشينكو، هم أشخاص لا يهمهم حتى الصراع في سوريا، لا تهمهم حتى الجوانب السياسية، هم يعني اقتصاديون يسعون إلى زيادة ثرواتهم، وهذه إحدى الطرق التي يتبعونها. طيب بالنسبة لشرعية هذه العقود، إذن في حال تغير الوضع في سوريا في المستقبل، في حال كان هناك أي حراك سياسي مثلا يؤدي إلى تغيير النظام، هل يمكن أن تستمر بهذا الشكل الذي أبرمت عليه؟ يعني هذا السؤال في غاية الأهمية، وأعتقد أن الإجابة عليه شبه مستحيلة، لأن تعريف كلمة قانوني هو تعريف مختلف عليه. هنا على سبيل المثال نذكر حالات التأميم التي حدثت في يعني معظم الدول التي خرجت من سلطات الانتداب في يعني القرن العشرين. مصر قامت بتأميم قناة السويس، وذلك لكون العقد الذي تم توقيعه مع الخديوي يعني لبناء ذلك لشق يعني تلك القناة كان غير عادل. بنفس الطريقة قامت ليبيا بتأميم قطاع النفط، قامت العراق بتأميم قطاع النفط، والادعاء دائما كان بأن هذه العقود هي عقود غير عادلة. أنا برأيي هذه العقود هي فعلا عقود غير عادلة، ولكن هل يعني هل من آلية يتم من خلالها يعني فتح دعوى قضائية و محاولة انتزاع تلك الحقوق مرة أخرى وإعادتها إلى أصحابها؟ أنا لا أعتقد أن هذا موجود. في غالبية الحالات ما كان يحدث هو حالة انتزاع للحق بالقوة. نعم، أشكرك جزيلا كرم شعار، الباحث الاقتصادي في معهد الشرق الأوسط، كنت معنا من نيوزيلندا. وأشكرك أيضا مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من بيروت. فاصل قصير مشاهدينا ونعود إليكم، ابقوا معنا.